بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم في شيت 5 على جزئين او على اكثر من توبيك. نتكلم على الباوندري كونديشنز والايمج ميثود، والجزء الثاني في شيت 5 كان بيتكلم على لابلاس اي بي لابلاس ايكويشن. خلينا نتكلم في الجزء ده على الباوندري كونديشنز والايمج ميثود. الباوندري كونديشنز، ايه موضوع الباوندري كونديشنز ده؟ الباوندري كونديشنز ده بيقول ان انا لو عندي اثنين ميديمز، الاثنين ميديمز دول مختلفين عن بعض، ممكن يكون الميديم الاولاني بنسميه لي ايبسلون ار 1 والميديم الثاني بنسميه لي ايبسلون ار 2. فلو ده الميديم الاولاني اللي هو موجود فوق وده الميديم الثاني اللي موجود تحت، فلو انا كان عندي الكتريك فيلد معدي من ميديم اسمه دي 1، معدي من الميديم الاولاني رايح للميديم الثاني، اللي بيطلع في الميديم الثاني ده بنسميه دي 2. فالدي 1 اللي جاي من الميديم الاولاني لما بيعدي في الميديم الثاني بيبقى اسمه دي 2. طيب ايه العلاقة ما بين دي 1 ودي 2؟ الباوندري كونديشنز هي اللي بتحكم لي العلاقة دي. بنجيب الباوندري كونديشن دي ازاي؟ بنقول بكل بساطة الدي 1 ده هنقسمه لاتنين كومبوننت، كومبوننت الاولانية هي تنجنشال وكومبوننت التانية نورمال. تنجنشال دي اللي هي المماسة للحد الفاصل ما بين الاتنين باوندري، يعني لو الباوندري اللي فوق ده هو الاولاني، هو الميديم الاولاني، او الميديم اللي فوق ده هو الميديم الاولاني والميديم اللي تحت هو الميديم التاني، فالحد الفاصل ما بين الاتنين هو الخط ده. الحد الفاصل ده فيه كومبوننت عمودية عليه بنسميها النورمال كومبوننت، وفي كومبوننت تنجنشال ليه بنسميها التنجنشال كومبوننت. فأي الكتريك فيلد أو أي فيلد معدي بنقسمه لاتنين كومبوننت، نورمال وتنجنشال. نفس الطريقة الالكتريك فيلد اللي طلع في الميديم التاني بنعبر عنه بتنجنشال ونورمال. يبقى ده قدرت دلوقتي أفسر أو أقسم الالكتريك فيلد أو الفيلد اللي طالع عندي لاتنين كومبوننت، نورمال وتنجنشال. طب إيه علاقة النورمال والتنجنشال بتاع الميديم الأولاني بالنورمال والتنجنشال بتاع الميديم التاني؟ هي العلاقة بتاعت الباوندري كونديشنز دي اللي اسمها دي واحد نورمال ماينس دي تو نورمال بيساوي سيجما اس، و اي واحد تنجنشال بتساوي اي اتنين تنجنشال. يعني بجيب التنجنشال كومبوننت من هنا اللي اسمها اي واحد تنجنشال، بقول ان هي بتساوي اي اتنين تنجنشال، والنورمال كومبوننت دي ماينس النورمال كومبوننت اللي هي طالعة في الميديم التاني بتساوي سيجما اس. ايه السيجما اس دي؟ السيجما اس دي لو كان بيفترض ان على الحد الفاصل ما بين الميديم الاولاني والميديم التاني، يعني اللي موجود هنا ده، الحد الفاصل ده بيبقى موجود عليه كوندكتور. لو كان في على الحد الفاصل ما بين الاتنين كوندكتور ساعتها هيبقى في سيجما اس موجودة، ما كانش في على الحد الفاصل ده كوندكتور يبقى ساعتها ما فيش سيجما اس. عشان نبسط الموضوع، يعني ايه اتنين ميديم؟ الميديم الاولاني ممكن يكون هواء، الميديم التاني ممكن يكون خشب، ممكن يكون بلاستيك، ممكن يكون اي عازل، ممكن يكون اي ميديم، ممكن يكون ميديم هواء وميه مثلا. فده تفسير ان في مثلا الكتريك فيلد معدي من ميديم لميديم تاني. طيب فهم دول المعادلتين اللي احنا بنستخدمهم. المثال الاولاني في الشيت 5 كان بيقول ان انا عايز او بيفترض الباوندري، بيقول ان الباوندري ما بين الجلاس ازاز والهواء جلاس الابسلون ار بتاعته ب4، بيقول لي عند الباوندري ان الالكتريك فيلد بيعمل زاوية 32 درجة. الالكتريك فيلد بيعمل زاوية، او الزاوية اللي داخل بيها الالكتريك فيلد مع النورمال عامل زاوية 32 درجة، والفلكس دنسيتي اللي هي الدي نفسها 0.25 مايكرو كولوم بير متر سكوير، لان الفلكس دنسيتي هي الدي، انما لو الكتريك فيلد يبقى اسمه الكتريك فيلد انتنسيتي. عايز يحسب الدي في الجلاس قد ايه، وعايز يحسب الدي او عايز يحسب الزاويه اللي بيطلع فيها الدي مع في الجلاس، وعايز يحسب قيمه الدي في الجلاس قد ايه. فلو احنا حبينا نرسم الشكل ده كده ونقول ان الميديم اللي بره ده هو او اللي فوق ده هو الهواء، والميديم اللي موجود تحت ده هو الجلاس، فبيقولي لو الدي ده اللي اسمه دي 1 اللي في الهواء ده قيمته 0.25 وعامل زاوية 32 درجة مع النورمال، بيقول لي الميديم او الالكتري فيلد اللي طالع في الازاز عامل زاوية قد ايه مع النورمال وقيمته قد ايه. الحقيقة اللي احنا بنعرف نطبقهم هما العلاقتين دول، ان الدي واحد نورمال ماينس الدي تو نورمال بيساوي سيجما اس، وان الاي واحد تنجنشال بيساوي اي اتنين تنجنشال. اول حاجة بدور عليها دايما هو السيجما اس. السيجما اس دي هل في المسألة على الحد الفاصل ما بين التو ميديم في كوندكتور؟ المسألة دي ما قاليش ان في كوندكتور، في فوق هواء وتحت ازاز وخلاص، على الحد الفاصل مفيش كوندكتور،
وبالتالي هتبقى السيجما اس بزيرو. فساعتها لو السيجما اس بزيرو يبقى دي واحد نورمال بتساوي دي اتنين نورمال. طب النورمال كومبوننت هي عبارة عن ايه؟ النورمال كومبوننت هي دي واحد كوزاين 32 درجة، والنورمال كومبوننت في الميديم التاني هي دي اتنين كوزاين سيتا. فمن هنا هنقدر نطلع بإيكويشن ان دي واحد كوزاين 32 درجة بيساوي دي اتنين كوزاين سيتا. المعادلة التانية هي ان الاي واحد تانجنشال بتساوي اي اتنين تانجنشال. هما دول المعادلتين بس اللي انا بعرف اتعامل معاهم. اي واحد تانجنشال اللي عبارة عن ايه؟ احنا عارفين ان في علاقة ما بين الاي والدي، ان انا ممكن اقول ان الدي هي ابسلون في الاي، او بمعنى تاني ان انا اقول ان الاي واحد تانجنشال هي عبارة عن الدي تانجنشال على ابسلون نوت على ابسلون ار، لان خلي بالك ابسلون هي ابسلون جنرال، وان الدي اتنين او الاي اتنين تانجنشال هي عبارة عن الدي اتنين تانجنشال على ابسلون نوت ابسلون ار اتنين. فساعتها ابسلون نوت هتروح مع ابسلون نوت، وابسلون ار واحد في بتاع الميديم الاولاني، وابسلون ار اتنين بتاع الميديم التاني. وانا عارف ان التنجنشال كومبوننت هي عبارة عن دي ساين سيتا، وبالتالي هيبقى دي واحد تنجنشال هي دي واحد ساين الزاوية الاتنين وتلاتين، والمعادلة التانية هي دي اتنين ساين الزاوية اللي اسمها سيتا اللي انا مش عارفها. وابسلون ار واحد عندي في المسألة دي بواحد، وابسلون ار اتنين بجيفن في المسألة باربعة بتاعة الازاز. ابسلون ار واحد طبعا بتاعة الهواء معروفة ان هي بواحد. فلو انت قسمت المعادلة رقم واحد على المعادلة رقم اتنين هتلاحظ انه الدي واحد هتروح مع الدي واحد، وساعتها كوزاين او المعادلة اتنين على واحد، معادلة اتنين على واحد، هتلاقي ان ساعتها الساين على الكوزاين يدينا تان، والساين على الكوزاين هنا هيدينا تان، هيدينا تان سيتا واحد على ايبسلون ار واحد بتساوي تان سيتا اتنين على ايبسلون ار اتنين. والمعادلة دي مهمة جدا ان انت تبقى عارفها، وبتبقى عارف ان الشكل بتاعها ان هيطلع دايما تان سيتا واحد على تان سيتا اتنين بتساوي ابسلون ار واحد على ابسلون ار اتنين، او تان سيتا واحد على ابسلون ار واحد بتساوي تان سيتا اتنين على ابسلون ار اتنين. المعادلة دي تبقى عارفها وعارف شكلها، ان دايما دي بتبقى شكلها كده، انما انت لازم تعمل الاثبات ده في الاول عشان تثبت ان هي المعادلة بتطلع بالشكل ده. المعادلة دي نفسها نتكلم عنها كمان شوية في الماجنتيك فيلد، لما نيجي نتكلم على الباوندر كونديشنز يطلع حاجة بالظبط شكلها كده في الماجنتيك فيلد، بس يطلع ساعتها تان سيتا واحد على ميو ار واحد بتساوي تان سيتا اتنين على ميو ار اتنين، لما نيجي عندها يبقى نتكلم عليها. طبعا دلوقتي المعادلة اللي موجودة قدامي عندي السيتا واحد باتنين وتلاتين، والابسلون ار واحد بواحد، ابسلون ار اتنين باربعة، وما قدميش بس غير سيتا، هي ممكن احسب السيتا من المعادلة دي. جبنا اول مطلوب عندي هي السيتا، المطلوب التاني عايز احسب قيمة الدي نفسها. ممكن بقى ساعتها يا اما نعوض في اول معادله او تاني معادله مش فارقه، ساعتها ممكن نجيب قيمه الدي. فلو عوضت في اول معادله دي واحد كوزاين سيتا واحد بتساوي دي اتنين كوزاين سيتا اتنين، عندي سيتا واحد وسيتا اتنين ودي واحد، اقدر اجيب قيمه الدي اتنين. وده كان تطبيق ظريف على الباوندر كونديشنز، مكانش فيه اي مشكله خالص. المطلوب التاني او المساله التانيه بيقول لي ان انا عندي حاجه اسمها اكسترا هاي فولتج اوفر هيد ترانسميشن لاين بيبروديوس افريج الكتريك فيلد في منطقه معينه قيمته ب 15 كيلو فولت بير متر. بيقول لو انا عندي فينس الاريا بتاعته 2 متر سكوير موجود في منطقه اللي موجود فيها ترانسميشن لاينز، بيقول لي ايه؟ بيقول لي احسب لي التوتال تشارج على الفينس ده. طيب خلينا نمشي واحده انا واحده واحده. الاول بفترض ان الفينس ده، على فكره الفينس ده اللي هو الشبك او السور اللي معمول سور شبك كده معمول حوالين المكان او المزرعه او البيت، انت بس بتعمل سور بس كده عشان تحميه من اي حاجه تخش حيوانات او حاجه، فبتعمل سور كده من الشبك الحديد. فهو بيبقى ده مثلا شكل الفينس اللي احنا بنتكلم عليه. الفينس ده موجود في منطقه فيها مكان كهربي، هو بيقول لك جاي من اوفر هيد ترانسميشن لاينز. فقيمة المجال ده اللي يهمني في الموضوع ان قيمته هي 15 كيلو فولت بير متر. بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو الفينس ده التوتال اريا بتاعته 2 متر سكوير عايز يحسب قيمة التوتال تشارج عليه. طيب هو كل الموضوع ان انا دلوقتي لما اجي اطبق الباوندر كونديشنز في حاجة زي دي، باوندر كونديشنز بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان دي واحد نورمال ماينس دي تو نورمال بتساوي سيجما، والاي واحد تانجنشال بتساوي ايه؟ 2 تانجنشال. المطلوب رقم ايه؟ بيقول لي لو الفينس ده عامل زاويه نورمال على الالكتريك فيلد اللي جاي من عندي، فالاوفر هيد ترانسميشن لاين فيلد اللي هي الاختصار بتاع الاي او اتش تي ال دي. فبيقول لي لو الفينس ده عامل زاويه 90 درجه
90 درجة أو عمودي أو electric field عمودي على الفينز، كان هيبقى قيمة التشارج density بكام؟ طيب خلينا نمشي الأول واحدة واحدة. احنا أولا عندنا في الحالة بتاعتي دي ما عنديش tangential component، أنا عندي كل الفيلد نازل نورمال، الفيلد كله نازل نورمال على الايه، على الفينس ده. طيب الحاجة التانية يبقى ما عنديش التانجنشال، يبقى الاي واحد تانجنشال بيساوي اتنين تانجنشال، ده ملوش قيمة عندي او ملوش معنى. الحاجة التانية هي ان الدي واحد نورمال ماينس الدي تو نورمال بتساوي سيجما اس. الحاجة المهمة جدا اللي انت لازم تكون عارفها ان انا دلوقتي بعمل باوندري كونديشنز ما بين هوا وما بين الميديم التاني اللي هو الحديد نفسه، الحديد نفسه، الحديد نفسه او الفينس ده او السور او الفينس ده اللي احنا بنعتبره جود كوندكتور. فبالتالي كأنك بتطبق باوندر كونديشنز ما بين الهواء وجود كوندكتور، الميديم التاني هو جود كوندكتور. فساعتها الحاجة الظريفة اللي انت تبقى عارفها ان الالكتريك فيلد جوه الجود كوندكتور دايما قيمته بزيرو، والدكتور قال لكم التفسير الكلام ده في المحاضرة ايه، انه الالكتريك فيلد جوه الجود كوندكتور بيبقى بزيرو، او بمعنى تاني ان هو بيعتبره بيور كوندكتور، او بوجهة نظر السيركتس انه يعني ايه بيور كوندكتور، يعني الريزيستنس بتاعته بزيرو او السيجما بتاعته او الكوندكتيفيتي بتاعته بانفينيتي. فده بوجهة نظر السيركتس او بوجهة نظر الفيلد ان الالكتريك فيلد جواه بكام، بزيرو. لو الالكتريك فيلد جوه الجود كوندكتور ده بزيرو، يعني معناتها لو انا بطبق على العلاقة اللي اسمها دي واحد نورمال ماينس دي اتنين نورمال بتساوي سيجما اس، دي معناتها ان دي اتنين جوه الكوندكتور بكام، بزيرو. فاحنا عارفين دايما هنتعامل دايما في الكورس بتاعنا ان الالكتريك فيلد جوه الكوندكتور هيبقى بزيرو، او الجود كوندكتور هيبقى بزيرو لو الريزيستنس بتاعته بزيرو. فبالتالي ساعتها يبقى دي اتنين نورمال هي بتساوي زيرو، يبقى دي واحد نورمال بتساوي سيجما اس. فساعتها ممكن اطبق العلاقة دي على طول، ان انا لو عايز اجيب التشارج يبقى جاست ان انا بقول ان هي بتساوي دي واحد، والدي ما هي الا عبارة عن ابسلون في الاي. فساعتها ممكن اقول ان الدي واحد نورمال هي ابسلون اي في الابسلون في الاي نورمال، وانا عندي الالكتريك فيلد كله نازل نورمال، يبقى هو نفسه قيمته اللي هي 15 كيلو فولت، فهعوض كيلو فولت بير متر هعوض بيها 15 كيلو، والابسلون ار بتاعت الهواء بواحد، يبقى عوضت هنا جبت التشارج دينستي. هو اصلا عايز التوتال تشارج، فجاست ان انت بتضرب التشارج دينستي في الاريا يديتك التوتال تشارج او الانديوز تشارج عندي بكام. دي كانت اول كيس لو كان عندي الالكتريك فيلد نازل عمودي على الايه، على الفينس بتاعي. طيب الحاجه الثانيه دي النوت اللي انت لازم تبقى عارفها، ان جوه البيور كوندكتور الالكتريك فيلد جوه بكام. المعلومه الثانيه او المطلوب الثاني بيقول لي لو هو الفينس ده عامل زاويه 45 درجه. المعلومة الأولانية كان قصده إن الفينس ده مثلا أو السور ده واقع كله على الأرض، المعلومة التانية إن السور ده مثلا بطريقة ما أو مايل بزاوية 45 درجة. فلو هو السور ده مايل بزاوية 45 درجة، يبقى ساعتها هيكون نفس الإلكتريك فيلد ده عامل النازل عمودي من الـ Overhead Transmission Lines عامل زاوية 45 درجة برضو على الإيه، على السياج بالشكل اللي موجود قدامي. برضه هطبق الباوندر كونديشنز اللي هي عبارة عن دي واحد نورمال بتساوي دي اتنين نورمال، او ماينس دي اتنين نورمال بتساوي سيجما اس. اتفقنا لو انا طبقت خلاص بقى دي جوه الالكتريك او جوه الكونداكتور هيبقى بزيرو، يبقى ساعتها السيجما اس دايما هي بتساوي دي واحد نورمال، والدي واحد نورمال هي ايبسلون في ايبسلون ار في الاي. طبعا ايبسلون ار بتاعت الهواء بواحد، يبقى ايبسلون نوت في الاي. والاي نورمال هنا ان انت تجيب النورمال كومبوننت بتاع الالكتريك فيلد، طبعا هنحللها التانجنشال ونورمال، التانجنشال والنورمال او النورمال عندي لو انت حبيت تعمل النورمال، فالنورمال المفروض يبقى عامل زاوية كده، والتانجنشال هو اللي بيبقى تانجنشال للايه، للبليت نفسه او للميديم نفسه. فده بيمثل النورمال وده بيمثل التانجنشال. فطبعا لو حبيت اجيب النورمال كومبوننت هي اي كوزاين الزاويه اللي عندي اللي اسمها، او اي ساين الزاويه اللي هي 45، طبعا عشان عندي هي 45 فمش فارقه كوزاين زي الساين، فقلت هي اي واحد كوزاين 45، فهعوض بالالكتريك فيلد وزاويه 45 اقدر اجيب التشارج دينستي بكام. عايز احسب برضو اضرب السيجما في الاريا.
المطلوب اللي بعد كده او الحاجه اللي بعد كده هنتكلم عنها هي الميثود اوف ايمج. الميثود اوف ايمج دي طريقه بتستخدم لو انا كان عندي تشارج موجوده في منطقه معينه وعايز احسب الالكتريك فيلد في المنطقه دي، بس المنطقه دي في وجود كمان كوندكتور موجود جنبيها. فبتمثيل بسيط كده بيفترض ان هو عنده كوندكتور والكوندكتور ده جراوندد وعنده تشارج موجود على مسافة h من الكوندكتور ده. فمثلا ساي ان انت عايز تحسب الالكتريك فيلد عند نقطة، ساي عند النقطة دي، لو انت عايز تحسب الالكتريك فيلد عند النقطة دي هتحسب الالكتريك فيلد عند النقطة دي ازاي؟ الحقيقة لو انت بصيت لتوزيع التشارج اللي جاية نتيجة الالكتريك فيلد او الالكتريك فيلد اللي جاية نتيجة التشارج دي هتلاقيه متوزع بالشكل ده كده. ده الشكل اللي موجود قدامي اللي احنا عارفينه ان الالكتريك فيلد اللي جاي نتيجة التشارج دي الالكتريك فيلد بيبقى طالع بالشكل ده كده. والمعلومة المهمة جدا تانية اللي انت لازم تبقى فاهمها ان عشان الالكتريك فيلد جوه الكوندكتور يطلع بزيرو يبقى هتلاقي دايما دايما الالكتريك فيلد اللي جاي على الكوندكتور بيبقى دايما ايه نازل نورمال كومبوننت. فانت لو بصيت على كل الخطوط اللي هنا دي كلها بتيجي تمشي وتحود بحيث ان هي تنزل عمودية على الكوندكتور. فدي من ضمن الحاجات التانية اللي انت لازم تبقى عارفها، والحاجات دي بتيجي في مالتيبل تشويس كتير، ان يقول لك الالكتريك فيلد اللي جاي على سطح الكوندكتور بيبقى دايما عمودي على الكوندكتور ده ومفيش تانجنشال كومبوننت. طيب فلو احنا افترضنا ان التشارج دي بتبقى نازلة تعمل الكتريك فيلد عمودي على سطح الكوندكتور، الحقيقة انا لسه قايل لك من شوية في المثال اللي قبل ده على طول انه البوينت تشارج دي بتعمل لي على سطح الكوندكتور تشارج دينستي، يبقى في سيجما على سطح الكوندكتور. فساي ان انت دلوقتي عايز تحسب الالكتريك فيلد عند نقطة زي اللي انا لسه قايل لك عليها دي، هتحسب الالكتريك فيلد ازاي؟ الحقيقة لو انت بتبص معايا المفروض انه انا لسه قايل لك ان على سطح الكوندكتور ده هيبقى فيه تشارج، ففي تشارج موجودة هنا، التشارج دي هي تشارج وعليها تشارج دينستي سيجما. فلو انا حبيت احسب الالكتريك فيلد هيبقى جاي نتيجة الكيو وجاي نتيجة السيجما. طيب فده بالنسبة للالكتريك فيلد، يبقى المفروض تحسب نتيجة الكيو ونتيجة السيجما. هتلاقي الموضوع صعب قوي، ليه؟ لان انت لو خدت نتيجة الكيو بس مفيش مشكلة، انما لو جيت تحسب بالنسبة للسيجما اللي هي التشارج دينستي اللي موجودة على سطح الكوندكتور، السيجما دي على فكرة هتلاقيها متوزعة بس مش يونيفورم، هتبقى متوزعة على سطح الكوندكتور بس مش متوزعة يونيفورم. فبالتالي لو جيت تحسب الالكتريك فيلد هيبقى الموضوع صعب قوي في حساباته، وهيبقى ما هواش سهل ان احنا نعرف نحسبه بالطريقة دي. فقال لك خلاص هو ايه اللي يديني الكونديشن ان الالكتريك فيلد على سطح الكوندكتور ده كله الالكتريك فيلد نازل نورمال، وايه اللي يخلي لي كمان انه الجهد على سطح الكوندكتور طول ما انا بتحرك على سطح الكوندكتور الجهد بتاعه بيكون دايما ثابت؟ ايه الكلام ده؟ الكلام ده هو نفس التفسير اللي انا كنت لسه بقول لك من شوية، ان طالما الالكتريك فيلد على سطح الكوندكتور ثابت، يعني او الكتريك فيلد جوه الكوندكتور بزيرو، ده معناتها ان البوتنشيال عن اي نقطة على سطح الكوندكتور دايما قيمتها ثابتة ما بيتغيرش. او بوجهة نظر السيركت زي ما قلت لك من شوية، ان طالما الكوندكتور ده ملوش ريزيستنس، فلو انت حاطط فولتج هنا هتلاقي نفس الفولتج ده ظهر الناحية التانية، او لو انت مشيت كارنت في الكوندكتور من طرف الكوندكتور للطرف التاني مفيش فولتج دروب بيظهر في الكوندكتور لان الريزيستنس بتاعته بزيرو، او اللي احنا بنسميه بيور كوندكتور. فعشان الالكتريك فيلد جوه الكوندكتور ده بزيرو، يعني مفيش فولتج دروب بيظهر على سطح الكوندكتور، يعني الجهد على اي نقطة على سطح الكوندكتور بيبقى الجهد ده متساوي. فاحنا من وجهة نظرنا بنسميه equipotential surface، يعني سطح متساوي الجهد. الequipotential surface ده اللي هو الجهد بتاعه متساوي، ده اول كونديشن عندي، ان انا مثلا لو كان عندي السطح ده الجهد بتاعه متساوي، يعني الجهد عند اي نقطة هنا على السطح ده متساوي، ده اول كونديشن عندي او اول حاجة نعرفها. الحاجة التانية ان الالكتريك فيلد نازل دايما عمودي. قال لك انا ممكن اعمل التأثير ده او التأثير ده يجي منين؟ ان انا افترض ان في تشارج تانية موجودة تحت
ليها نفس الكيو اللي فوق بس بإشارة نيجاتيف، والتشارج اللي موجودة تحت دي تكون على نفس المسافة اللي موجودة عليها التشارج اللي فوق من سطح الكونداكتور. يعني التشارج اللي فوق دي لو موجودة على مسافة h، اجي على نفس المسافة h دي تحت وحط تشارج للتشارج دي ناقص التشارج اللي فوق. يعني التشارج اللي فوق لو q يبقى اللي تحت نيجاتيف q، لو التشارج اللي فوق نيجاتيف q يبقى التشارج اللي تحت بوزيتيف q. فساعتها وجود الاتنين تشارج على مسافة نفس المسافة، أو كأني بعمل ميرور، كأني حطيت ميرور مراية في المنطقة دي، والمراية دي بتقول لي لو فوق تشارج هتبقى على نفس المسافة تحت في نيجاتيف تشارج. التشارج دي بتسميها الايمج تشارج. بيقول لي تأثير وجود الاتنين تشارج في الوضع ده هيديني عند الباوندري بالظبط عند الحد الفاصل ده، هيديني البوتنشال عند اي نقطة متساوي، وهيديني الالكتريك فيلد دايما عمودي على سطح الكوندكتور. طب ما هو ده اصلا اللي احنا كنا عارفينه بالنسبة للكوندكتور، ان انا لو عندي كوندكتور هيبقى الالكتريك فيلد على سطحه دايما دايما الالكتريك فيلد على سطحه بيساوي زيرو، ودايما نازل عمودي. دي اول حاجة. الحاجة التانية، السطح على سطح الكوندكتور دايما البوتنشال على سطح الكوندكتور ايه؟ متساوي. فانا لو جيت اجيب الالكتريك فيلد عند اي نقطة على سطح الكوندكتور ده هلاقي الالكتريك فيلد دايما قيمته نازلة عمودية. دي اول حاجة، ده نتيجة ان انا عندي اتنين تشارج، واحدة بص واحدة نيجاتيف، وانا بجيب عند الحد الفاصل او في النقطة عند السنتر ما بين الاتنين بالظبط، او على الحد اللي هو اللي انا بقول ان هو الحد الفاصل ما بين الاتنين تشارج. فبقول عند الحد الفاصل ده هيديني الالكتريك فيلد قيمته عمودية دايما نازل عمودي، والحاجة التانية هيطلع البوتنشال عند أي نقطة هيطلع متساوي، وهو ده نفس تأثير لو أنا كان عندي كوندكتور. فبيقولوا إيه خلاصة كل الكلام اللي أنا قلته ده؟ خلاصة كل الكلام اللي أنا قلته ده بيقول لو أنا كان عندي شكل بالشكل اللي موجود قدامي ده، إن أنا عندي بوينت تشارج على مسافة اتش من الكوندكتور، أنا ممكن أشيل الكوندكتور وريبريزنت مكانه التشارج تحت، والتشارج دي بتمثل نيجاتيف التشارج اللي فوق، وتكون على نفس المسافة h اللي موجودة عندي. فساعتها الشكل ده كله أنا هشيله وأعبر عنه بالتشارج فوق، التشارج اللي فوق اللي هي زي ما هي موجودة، وتشارج تحت تاني هي بنيجاتيف التشارج اللي فوق. فساعتها لو أنا كان عندي أي مشكلة في السيستم أو عايز أحسب إلكتريك في أي إلكتريك فيلد في أي منطقة، ساعتها هحسبه نتيجة اتنين تشارج بس، الكيو اللي فوق والنيجاتيف كيو اللي تحت. يبقى أنا عملت ريبريزنت، عملت شلت الكوندكتور ده وانا عملت له ريبريزنتيشن بنيجاتيف تشارج تحت وتشارج فوق وخلاص. وساعتها كأني بتعامل مع مسألة فيها اتنين تشارج، والمسألة هتبقى بسيطة قوي. فده اللي بنسميه الايمج ميثود او الميثود اوف ايمج. تعالى ناخد مثال عشان الموضوع يبقى اقرب شوية او يبقى مفهوم. واحنا اتكلمنا مثلا انا كان عندي بيقول لي ان انا عندي كوندكتور او بيرفكت كوندكتنج بلين او جراوند كوندكتنج بلين، البلين ده موجود عند اكس ايكوال 0، وان انا عندي بوينت تشارج كيو على مسافه او موجود عند نقطه 4 و1 و5، وموجود على مسافه اتش من البلين اللي اسمه اكس ايكوال 0. عايز يحسب البوتنشال والالكتريك فيلد عند بوينت اسمها 10 ونيجاتيف 5 و1. طبعا اول ما يقول لي بيرفكت كوندكتنج بلين او جراوندد كوندكتنج بلين، يعني انا دايما هتلاقيني بتعامل مع الميثود اوف ايمج او الايمج ميثود. فاوتوماتيك على طول هتلاقيني بشيل الكوندكتور ده وبجيب بداله ايمج كوندكت او ايمج تشارج. الايمج تشارج دي اللي هي هتبقى نيجاتيف 10 مايكرو كولوم، وقيمتها هنحطها فين؟ فاحنا اول حاجه بنشوف البعد التشارج دي من البلين الجراوندد، بعدها مسافة قد ايه. الكوندكتور ده عند بلين اسمه اكس ايكوال زيرو، والنقطة عند نقطة على 4 و1 و5، فأكيد النقطة دي بتبعد مسافة اسمها 4 من البلين ده. فبنقول ان انا هروح اشيل الـ او هنزل نفس المسافة اتش دي تحت وحط تشارج يا بنيجاتيف 10 مايكرو كول. فساعتها لو نزلت نفس المسافة تحت اللي هي 4، فساعتها من الاكس ايكوال 0 هيبقى نيجاتيف 4 و1 و5. طب هو
الايمج بتاعها هيبقى البوينت هي نيجاتيف 4 بس هي اللي تتغير. طب الواحد والخمسة ليه ما تغيروش؟ لان الشرط بتاعي ان انت بتنزل عمودي على البلين، تنزل مسافة عمودية وتحتها بالظبط عمودي هتحط التشارج اللي هي نيجاتيف 10 مايكرو كولوم واربعة وواحد ونحطها عند، فساعتها وانت نازل عمودي بالظبط اللي هيتغير معاك هي الاكس كومبوننت بس اللي هي اربعة، هتبقى نيجاتيف اربعة واحد وخمسة لان المسافة دي من هنا اربعة، فساعتها هتنزل اربعة تحت من الاكس ايكوال زيرو، نزلت اربعة هتبقى نيجاتيف اربعة. 3 دي شوية يمكن الموضوع يكون اسهل شوية في الفهم. هو فين البلين اللي اسمه اكس ايكوال زيرو؟ هو ده البلين اللي اسمه اكس ايكوال زيرو اللي هو واي زد بلين. فلو انا كانت عندي البوينت اللي اسمها اربعة وواحد وخمسة، فهي الاربعة دي يعني اربعة في الاكس وواحد في الواي وخمسة في الزد، يعني هي دي البوينت اللي انا بتكلم عليها اللي اسمها اربعة وواحد وخمسة. طيب كنت عايز اجيب او المسافة ما بين التشارج دي والبلين، المسافة العمودية دي اللي هي المسافة اللي هي اربعة في الايه في الاكس. فساعتها لو انا نزلت عمودي على طول، لو نزلت عمودي هل حصل تغير في الزد او في الواي؟ المفروض لو انا نازل عمودي التغير اللي هيحصل، هيحصل التغير في الاكس بس او بالنسبة للواي، والزد مش هيتغيروا. بمعنى تاني، بمعنى ان التشارج اللي انا هحطها تحت او هجيبها لو انا نزلت نفس المسافة اتش دي اللي هي الاربعة، نزلتها اتش تحت اللي هي اربعة تحت في الاكس، فساعتها هتلاقي ان البوينت اللي موجودة تحت دي هتلاقي ان الزد بتاعتها والواي بتاعتها ما تغيروش، هتلاقي ان الزد بتاعتها والواي بتاعتها اللي هم خمسة وواحد دول ما تغيروش، انما الاكس هي اللي اتغيرت بقت نيجاتيف اربعة واحد وخمسة. فساعتها الايمج ميثود او الايمج تشارج هي نيجاتيف 10 مايكرو كولوم وعند مسافة نيجاتيف اربعة وواحد. فساعتها تعالى نبص بقى على البوينت تشارج. يبقى المسألة دلوقتي بقت عندي هو عايز يحسب الكتريك فيلد نتيجة البوينت تشارج دي عند نقطة 10 ونيجاتيف 5 و1. الموضوع بكل بساطة ان نتيجة الكوندكتنج بلين ده انا هشيله مبقتش كأنه مش شايفه خالص، واحط بداله بوينت تشارج تانية اسمها نيجاتيف 10 مايكرو كولوم، والتشارج اللي فوق دي اللي هي 10 مايكرو كولوم دي واحدة عند 4 و1 و5، والتشارج التانية عند نيجاتيف 4 و1 و5. فساعتها بقول له ان التشارج دي بتعمل الكتريك فيلد عند البوينت اللي انت عايز تحسب عندها بكام. التشارج دي بص فبتعمل الكتريك فيلد ماشي في الاتجاه ده كده وهسميه اي 1، والتشارج اللي هي نيجاتيف 10 دي هتبقى نيجاتيف وهتعمل الكتريك فيلد خارج من البوينت يعني رايح ناحية التشارج واتجاهه كده اسمه اي 2. وساعتها ممكن نطبق بقى الايه العلاقة بتاعت الكتريك فيلد العادية خالص. فساعتها لو انا عايز احسب الكتريك فيلد هتعامل مع المسألة كأنها مسألة عادية خالص زي المسائل بتاع شيت واحد اللي انا عندي، او شيت اتنين ان انا عندي اتنين بوينت تشارج وبحسب الكتريك فيلد. هنحسبه بالسوبر بوزيشن، هنجيب الاي واحد وهنجيب الاي اتنين ونجمعهم، يبقى الميثود اوف ايمج ريحتني ان قالت لي ان انا بشيل الكوندكتور ده خالص وبعبر عنه بتشارج تانية موجودة عندي في المسألة. فساعتها ال E واحد دي هنجيبها بال Q على 4 باي ايبسلون نوت R كيوب في اتجاه R فيكتور. ال R فيكتور ده هو الفيكتور اللي هو ماشي في اتجاه E واحد، فطبعا احنا عارفين ان ال Q عندي 10 مايكرو فبعوض بيها 10 في 10 اس نيجاتيف 6. الفيكتور R ده هو النقطة دي اللي هي 10 ونيجاتيف 5 و1 اللي هو عايز يحسب عندها، ماينس البوينت اللي موجودة عندي فوق، فهيبقى 10 ماينس 4 6، ونيجاتيف 5 ماينس 1 يبقى نيجاتيف 6، و1 ماينس 5 يبقى نيجاتيف 4، فهتبقى 6 في الاكس ونيجاتيف 6 في الواي ونيجاتيف 4 في الزد. لو انا عايز اجيب الماجنتيود كيوب فالماجنتيود هتبقى ده سكوير ده سكوير ده سكوير تحت الجذر بعد كده كيوب، يعني كأنها باور 3 اوفر 2. ده بالنسبة لـ E1. بالنسبة لـ E2 هنعمل نفس الكلام بالظبط، برضو هتبقى الـ10 مايكرو كولوم، واتفقنا طالما خدت الالكتريك فيلد الاتجاه بتاعه رايح ناحية التشارج خلاص باخد التشارج عندي بالبوستيف مبخدش او باخد الابسوليوت بتاعها، وبنفس الطريقة الاتجاه ده هو اللي بيحدد لي اتجاه الفيكتور. يعني مثلا لما اجي اجيب الفيكتور ده هقول الفيكتور ده هو النقطة دي ماينس النقطة اللي في الاول اللي موجودة عندي هنا، فالنقطة دي اللي هي نيجاتيف 4 و1 و5 ماينس 10 ونيجاتيف 5 و1
يبقى نيجاتيف 4 نيجاتيف 10 يبقى نيجاتيف 14 في الاكس، 1 ماينس ماينس 5 يبقى بوزيتيف 6 في الواي، 5 ماينس 1 يبقى 4 في الزد على الماجنتيود كيوب، ماجنتيود 14 سكوير 6 سكوير 4 سكوير تحت الجذر، وبعد كده نعمل لها كيوب يعني كانها باور 3 اوفر 2. فساعتها تجيب الاي 1 والاي 2 وتجمعهم مع بعض، يبقى ده الالكتريك فيلد اللي جاي نتيجة الاتنين بوينت اوف تشارج. لو عايز يعمل بوتنشال الموضوع مش هيختلف كتير. بوتنشال يبقى انا اجيب بوتنشال نتيجه 2 بوينت تشارج نتيجه التشارج الاولانيه، البوتنشال هو كيو على 4 باي ابسيلون نوت ار على طول لان دي بوينت تشارج، يعني ينفع نطبق على العلاقه دي على طول، كيو على اللي هي 10 مايكرو على 4 باي ابسيلون نوت، المسافه دي اللي هي المسافه دي اللي هي بنجيبها 10 ماينس 4 يبقى ده 6 في الاكس، يعني 6 سكوير تحت الجذر. طبعا المسافه دي كام في الاكس وكام في الواي وكام في الزد، كان في الاكس هي 6، 5 ماينس 5 ماينس 1 يبقى ماينس 6، 6 في الواي، و1 ماينس 5 يبقى 4 في الزد. طبعا ده كله انا بجيب الماجنتيود، فالحقيقه مش فارق معايا الفيكتور خالص، مش فارق معايا دي ماينس ده او ده ماينس ده، مش هيفرق معايا حاجه زي دي خالص. فسواء جبتها من النقطه دي ماينس دي او النقطه دي ماينس دي مش فارق معايا، لان انا بجيب الار كماجنتيود بس على طول، ما يهمنيش الفيكتور، لان بقول تاني وبعيد تاني ان البوتنشيال ملهوش اتجاه، البوتنشيال ملهوش اتجاه، هو قيمة سكيلر يا اما بوستيف يا اما نيجاتيف، وبوستيف بتعتمد على التشارج، لو هي التشارج بوستيف زي ما عملنا نتيجة الكيو، لو كانت التشارج نيجاتيف باخد التشارج بتاعتي نيجاتيف فبيدينا البوتنشيال بالنيجاتيف، وساعتها المسافة ما بين النقطة دي والنقطة اللي انا عايز احسب او البوينت تشارج اللي انا عايز احسب عندها يبقى نفس الطريقة، 10 ماينس 4 أو 4 ماينس أو ماينس 4 ماينس 10 الاتنين كلهم سيان، يعني 14 سكوير و6 سكوير و4 سكوير تحت الجذر، يبقى أنا بجيب الفي 1 والفي 2. وبأكد تاني البوتنشال بيعتمد على التشارج، يعني لو التشارج نيجاتيف باخدها نيجاتيف، مش زي الإلكتريك فيلد، الإلكتريك فيلد بشوف التشارج البوستيف وبقول ده اتجاه الإلكتريك فيلد، والتشارج نيجاتيف بقول إن الإلكتريك فيلد داخل على التشارج، وساعتها زي المسألة اللي فاتت بتشوف اتجاه الالكتري فيلد هو اللي بيفرق معايا في الايه، هو اللي بيفرق معايا في اتجاهه، هو اللي بيفرق معايا في ان انا اجيب اتجاه الالكتريك فيلد واحسب القيمة بتاعته. بنجمع الاتنين بوتنشال، يبقى انت جبت البوتنشال عند البوينت، يبقى ده الميثود اوف ايمج، ميزتها ان انت بتشيل الكوندكتور خالص وتعبر عنه بوينت تشارج تانية، وساعتها بتحل المسألة عادي جدا كأنك عندك ايه، كأنك عندك 2 بوينت تشارج، بتبقى مسألة عادية خالص زي المسائل اللي احنا عارفينها. رقم 4، مسألة رقم 4 بيقول لي ايه كانت آخر مسألة على مسائل البوينت تشارج والإيمج أو الميثود أوف إيمج والباوندري. المسألة دي هي بيقول لي إن أنا عندي بوينت تشارج على المسافة دي واحد من هاف بلين، وعلى المسافة دي 2 من هاف بلين تاني، والاتنين بلينز دول عموديين على بعض، والتو بلينز دول جراوندد. فبيقول لي ايه، بيقول لي عايز يحسب الانديوز تشارج عند نقطه تحت الايه، تحت الـ الـ او عايز يحسب الفورس، الفورس على بوينت تشارج اللي موجوده عندي بالشكل ده كده. يعني هو عايز يحسب ايه في المساله، عايز يحسب الفورس اللي موجوده على بوينت تشارج. انت لو المساله دي اول مره تشوفها وانت ما تعرفش حاجه خالص عن موضوع الباوندري كونديشنز او الميثود اوف ايمج، انت هتقول هو هتيجي منين الفورس، الفورس دايما بتبقى جايه نتيجه ان انا عندي 2 تشارج، فانت شايف المساله فيها تشارج واحده بس، فاوتوماتيك هتقول هي التشارج الثانيه جايه منين، فهتقول يبقى في حاجه غلط في المساله او ان انا دلوقتي مش هعرف احسب الفورس دي. الحقيقه لو انت بقى درست الباوندري كونديشنز والميثود اوف ايمج هتفهم على طول ان نتيجه الباوندري كونديشنز، نتيجة وجود التشارج دي في الوضع ده كده ما بين اتنين كوندكتنج بلين، ده اوتوماتيك على طول بيقول لي ان البلين ده والبلين دول عليهم induced charge نتيجة الباوندري كونديشنز، فا او نتيجة ان الالكتريك فيلد جوه التو كوندكتورز دول بيبقى بزيرو، فبتولد induced charge على سطح الايه، على سطح الكوندكتور، فالانديوزد تشارجز دي هتعمل لي فورس على التشارج اللي موجود عندي. فلو جيت احلها برضو بموضوع ان انا اجيب الانديوزد تشارج وبعد كده احسب
الفورس الموضوع هيبقى صعب قوي. فالميثود اوف ايمج هي اللي بتحل لي مشكله زي دي او حاله زي دي. دايما المسائل اللي فيها هاف بلينز دي، يعني ده هاف بلين وده هاف بلين، الهاف بلينز دول عشان نعرف نحلل المساله صح بنخليها بلين كامل، يعني ده ما خليتش هاف بلين ولا هاف بلين، لا فبخلي الهاف بلين ده بلين كامل والهاف بلين ده بلين كامل. وبعد كده بقول التشارج اللي موجوده عندي دي اللي موجوده بيبقى ليها ايمج الناحيه التانية على نفس المسافه بس بتبقى نيجاتيف كيو، والتشارج دي بالنسبه للبلين المايل ده هيبقى ليها ايمج برضو تحت هي نيجاتيف كيو. فساعتها انت جبت الايمج بتاع التشارج دي بالنسبه للبلين اللي هو واقف اللي هو الرأس ده هيبقى نيجاتيف كيو، وبالنسبه للبلين المايل ده هي نيجاتيف كيو تحت. طيب لو انت وقفت لغايه كده ده هيديك في مشكله في الايه، في الحل، لانه المفروض انه الوقت النيجاتيف تشارج اللي انت عملتها دي بالنسبه للبلين الرئيسي او الواقف ده المفروض ان ليها ايمج الناحيه التانية، والمفروض ان قيمتها تبقى بوزيتيف كيو، والمفروض ان التشارج اللي فوق دي بالنسبه للبلين المايل ده يكون ليها ايمج تحت برضو هي بوزيتيف كيو. او بمعنى تاني لو انت بصيت على التشارجز الشكل اللي موجود قدامي ده، لو خدت كل تشارج هيكون ليها ايمج في التو بلين، يعني التشارج دي ليها ايمج بالنسبه للبلين ده وليها ايمج بالنسبه للبلين ده. طب والتشارج اللي تحت ليها ايمج هنا وليها ايمج هنا، طب والتشارج دي ليها ايمج هنا وليها ايمج هنا، فبالتالي هتلاقي كل تشارج ليها ايمج في التو بلينز. فساعة ما توصل للنقطة دي هتلاقي نفسك كل تشارج ليها ايمج، يبقى انت كده ابتديت تحل المسألة صح. لان انت لو ما خدتش في اعتبارك زي ما الناس كلها كانت بتغلط، لو ما خدتش في اعتبارك التشارج اللي موجودة في الربع الثالث ده يبقى انت كده بتحل المسألة غلط، لان ده مش هيديك الكونديشنز اللي الالكتريك فيلد في كل الكوندكتورز دول نازل عمودي وقيمته بتساوي زيرو، ومش هيديك الكونديشن ان البوتنشال عندي على سطح الكوندكتورز دول بكام وتساوي و ايكوال زيرو. فدي النقطة دي مهمة جدا ان احنا بنعملها بالشكل ده كده. طب انت دلوقتي هتفهم ازاي ان هي ليه طلعت اربعة تشارج دي، انا ايه اللي فهمني ان تشارج واحدة دي بقت هتديني اربعة كده بالشكل اللي ظاهر قدامي؟ هو الموضوع بصراحة بسيط، يعني احنا لو عندنا تو بلينز عمودين على بعض فالمسافة ما بينهم او الزاوية ما بينهم 90 درجة، فاحنا بنشوف الزاوية قد ايه اللي تديك 360 درجة، او لو ضربت 90 درجة دي في كام يديك 360 درجة، لو ضربت 90 درجة دي في 4 هيديك 360 درجة. فساعتها هتلاقي نفسك التشارج دي بيبقى ليها ايمج، لازم يبقوا الايمج دول او عدد التوتال تشارجز يبقى 4 عشان يديني 360 درجة. ده الشكل بتاع الايمج. طبعا في مسائل تانية بيبقى فيه تو بلينز الزاوية ما بينهم 60 درجة، وفي حاجات بيبقى ما بينهم 30 درجة، فالموضوع بيكبر جدا. بس احنا دي اللي عندنا في النوع ده من المسائل، هي انه التو تشارجز دول او التو بلينز هما ما بينهم 90 درجة بس، ودي في الغالب هي دي اللي احنا بنتعامل معاها، او مش هنتطرق لحاجات اصعب من كده. فده بالنسبة للايمج ميثود، ان دلوقتي بقت عند المسألة عندي 4 تشارجز، فدلوقتي انا عارف ان المسافة ما بين دي ودي كانت دي واحد يبقى دي واحد، دي دي اتنين يبقى دي دي اتنين، ودي كيو ونيجاتيف كيو وكيو ونيجاتيف كيو. فساعتها لو انا عايز احسب الفورس اللي على التشارج دي يعني احسبها ازاي؟ بكل بساطة بنقول السوبر بوزيشن، بقول دي لو انا عايز احسب الفورس اللي على دي بحسب الاول نتيجة دي على دي ونتيجة دي على دي ونتيجة دي على دي، فبنقول الفورس اللي جاية نتيجة التشارج الأولانية دي هي اف واحد، و اف واحد دي بالفورس قوانين الفورس العادية هي كيو واحد كيو اتنين عفو باي ابسلون نوت ار سكوير في اتجاه اليونت فيكتور اسمه يو ار. طبعا هنا عشان انا بشتغل في الاكس واي بلين فانا ممكن اقول على طول ان اليونت فيكتور ده او الفيلد او الفورس اللي في الاتجاه ده كده ده في الاتجاه النيجاتيف اكس، وقيمتها كيو عفو باي ابسلون نوت ار سكوير، الار اللي هي المسافة من هنا لغاية هنا، المسافة دي كلها هي 2 دي، فيبقى ده كله الار هي 2 دي 1 اول سكوير، يبقى دي الفورس الاولانية. الفورس التانية اللي هي التشارج اللي تحت بتأثر على التشارج اللي فوق دي فورس قد ايه، نسميها اف 2، وساعتها برضو الاف 2 دي هي كيو 1 في كيو 2
على 4 باي ابسلون نوت ار سكوير. كيو الاثنين ليهم نفس طبعا الشارج، يبقى كيو سكوير على 4 باي ابسلون نوت المسافة دي، المسافة دي سكوير اللي هي 2 دي 1 اول سكوير، 2 دي 2 اول سكوير في الاتجاه بتاع الفورس. الفورس دي اتجاهها نازل لتحت، هو اتجاه نيجاتيف يو اي. بقي لي تأثير التشارج التالتة، التشارج التالتة دي بتعمل لي فورس على التشارج دي. طبعا الفورس دي ساعتها هتبقى في الاتجاه اللي خارج منها، لان بمعنى صح او بمعنى تاني زي ما احنا عارفين الفورس الاف واحد الاولانية دي كانت عبارة عن اتراكشن فورس. يعني ايه؟ يعني النيجاتيف دي بتأثر على دي باتراكشن بتشدها ناحيتها، والتشارج النيجاتيف دي بتأثر على البوستيف باتراكشن بتشدها ناحيتها، والفورس التالتة جاية نتيجة التشارج التالتة الاتنين بوستيف، فبالتالي دي هتأثر على دي فرصة تزقها بعيد، يعني ريبالشن فورس. فاتجاه الفورس في الاتجاه ده كده. احنا دلوقتي هنفرض ان الزاوية دي اسمها سيتا، وهنفرض ان الفورس دي اسمها اف تلاتة. فساعتها عشان نختصر على نفسينا، احنا ممكن نقول انه الفورس دي عبارة عن كيو واحد في كيو اتنين اللي هي كيو سكوير على فور باي ابسلون نوت المسافة دي، المسافة دي سكوير، المسافة دي سكوير اللي هي عبارة عن المسافة دي سكوير زائد المسافة دي سكوير تحت الجذر، او القطر ده او القطر بتاع المستطيل ده هيبقى 2 دي 2 اول سكوير و2 دي 1 اول سكوير تحت الجذر يديك القطر ده، بس انا عايز اجيب ار سكوير، يعني كده كده الجذر هيروح مع السكوير اللي انا هعمله، يعني المعادلة هنا تحت وافكرك فيها ار سكوير، فالقطر كان تحت يبقى جذر ده سكوير زائد ده سكوير، لما نيجي نعمل له سكوير تاني هيديك 2 دي 1 سكوير زائد 2 دي سكوير. وكمان الاتجاه عندي هقول ان هو ليكو 2 كومبوننت، كوساين سيتا في اتجاه الاكس وساين سيتا في اتجاه الواي. جاست ان حضرتك عارف الكوساين سيتا او تعرف تجيب السيتا بدلالة 2 دي 1 او 2 دي 2 على القطر، وساين سيتا تعرف تجيبها برضو ب 2 دي 2 على القطر. زي ما جبت ساين سيتا وكوساين سيتا هتعوض تجيب اف 1 واف 2 واف 3 وتجمعهم كلهم مع بعض، يبقى دي الفورس اللي هتأثر على التشارج اللي كانت موجودة هنا، وده الأسلوب اللي احنا بنستخدمه في حل النوع ده من المسائل. ودي كانت آخر حاجة.